الآن وبعد ما انتهت عملية الفيرتلايزيشن، احنا هنشبهها، هننتقل لنوع جديد من الفيرتلايزيشن، شكل آخر من أشكال الفيرتلايزيشن الغير طبيعية، الفيرتلايزيشن الصناعي. قبل ما اتكلم عليه وعلى المآسي اللي يعني بتنتج عنه، المآسي والمنافع أيضا، أحب ألخص عملية الفيرتلايزيشن علشان نستعد الفهم. الارتفيشال فيرتلايزيشن لازم نفهم ونستوعب كويس النورمال فيرتلايزيشن. النورمال فيرتلايزيشن اللي كان له 4 مراحل، الترانسبورت، الكاباسيتيشن اول مرحلتين، ثم الاكروزومال رياكشن والبنتريشن اند فيوجن المرحلتين التانيين. هنشبه ال4 مراحل ديت بحفل عرس، حفل عرس شعبي. السبيرم اللي كان تقدم للعروسة بتاعتنا، السبيرم ده كان واحد، كان شاب من عامة الشعب، تقدم لعروسة من عائلة كبيرة، أبوها هو أكبر واحد في يعني المكان أو اللي هي قاعدة فيه، وكان له سيطرة على باقي أفراد الشعب. اتقدم السبرم، الاب رفض، الفولي فورمد اوفم زي ما احنا عارفين كده، دبرت عمليه الهروب مع اصدق بمساعده اصدقاء ابوها في البيتوتري جلاند اللي هو الليوتينازينج هرمون اللي ساعدها على الهروب والاستقرار بمكان تختبئ فيه، وهو الامبيولاري بورشن اوف ذا فالوبيان تيوب. استقرت هناك العروسة منتظرة العريس اللي هو من عامة الشعب، جاي في زفة شعبية ولا يدرك ما الذي سيحدث له. الطريق بتاعه للوصول إلى عروستنا اللي قاعدة في هذا المكان هو الفيميل جينيتال دكت سيستم، بما فيه الفاجينا، سيرفيكال كانال، اليوتراين كافيتي والفالوبيان تيوب. هيمشي في أطول زفة إنسانية يبلغ طولها حوالي 6000 كيلو بالنسبة لطول السبرم، اللي طبعا السبرم لا يتحرك بنفسه. وهنا تكمن أولى المفاجآت، هذا السبرم شبه مشلول، يعني بيتحرك هو في مكانه، ديله يساعده على الحركة بداخل السيمينال فلويد وتوجيه دفته فقط. أما كونه يقطع المسافة ديت فلا يمكن. مين اللي كان ساعده؟ اليوتراين كونتراكشن والريفلكس كونتراكشن اوف ذا برينيال ماسلز بتخلق ساكشن فورس تساعده على عبور هذه المسافه الشاسعه. الان الزفه جت لحد هنا، 200 الى 400 مليون حيوان منوي يسبحهم في سائل اسمه سيمينال فلويد، يتجمع هذا السائل في هذا المكان، هذا الجزء اسمه فاجينال تيوب. الفاجينا دي عبارة عن ماسكولار تيوب تحيط بالسيرفكس اوف ذا اوفري. هيفاجئ السيمينال فلويد بمحتوياته من السبرماتوزوا، هيفاجئ بمحرقة حامضية اسمها فاجينال ديسشارج. الفاجينال ديسشارج ده سكريشن بينزل من السيرفكس ويهبط، عامل زي النبالم كده، يهبط على الزفة اللي جاية في أول 5 دقايق، هيحرق له 50 مليون من السبرماتوزوا ويتم حرق الباقي وهم طالعين. تحترق أضعف السبرماتوزوا وتبقى السبرماتوزوا القوية. طيب احنا قلنا هتنتقل السبيرمس في هذا المكان، وهي في اثناء عمليه الانتقال كانت يعني الزفه طالعه، كانت السبرماتوزوا المتبقيه اللي هم 300 الى 500 سبرم فقط، كانوا يعني تقريبا 1 على مليون من العدد الكلي تقريبا، هيبتدي يحصل لهم عمليه الكاباسيتيشن الاعداد، يستحموا بميه النار بالسيرفيكال سيكريشن تحميهم وتغسل عنهم البروتين كوت
المعطف البروتين اللي بيغطيهم ده عبارة عن كوت جاي من السيمنال فلويد، وفي نفس الوقت تبرز الايه الترانس المادة الجميلة اللي اسمها جلايكو ترانسفيريز، اللي تبرزها اللي لونها اصفر وتبرز الحيوانات المنوية بشكلها الجميل. الرحلة تكمل، ما زال الاب مصر على ايه؟ على انه يحمي بنته من هذه الزيجة اللي من وجهة نظره هي زيجة فاشلة. الاوفا مستنية في هذا المكان، والسبيرمس جاية الـ300 الى الـ500 الباقيين هما اللي هيكملوا طريقهم لحد الأوفم. الأوفم الأب محصنها تحصين قوي، الأب كان مزودها بالفوليك الاستيمليتنج هرمون اللي ساعد على تكوين الجريفيان فوليكل، واللي كون على الأوفم السكندري أوسايت طبقتين الحماية، الزونابيلوشيدا اللي هي النون سيلولار لاير والكورونا رادياتا اللي هي السيلولار لاير. السبيرمس اللي جايه فرحانه، يعني حوالي يعني 300 الى 500 هيوصلوا من الاوفم ويوصلوا فرحانين علشان يكملوا الزفه بتاعتهم. طيب هيكملوا الزفه ويعملوا الخطوتين التانيين من الفيرتلايزيشن اللي هم الاكروزومال رياكشن والبينيتريشن. في حقيقه الامر ما اشبه هذا العالم الصغير بعالمنا الكبير. في عالمنا الكبير أي زواج معروف مين هي العروسة ومين هو العريس، يعني العريس من وسط الناس المعازيم نفترض في 200 300 400 500 واحد، معروف إن شخص معين هو اللي يحق له إنه يكتب الكتاب ويدخل على عروسته، ما يجيش أي واحد هيقول أنا العريس. كذلك في هذا العالم الصغير معروف مين هو العريس. العريس بتاعنا اللي جاي بزفة فيها حوالي 500 سبيرم معاه وثيقة عقد القران. وثيقة عقد القران ان كان في التب في قمة اليد بتاعته في جسم اسمه الاكروزوم، يحتوي على 3 انزيمات هاضمة هي موجودة في الكل لكن بتنفجر فقط هو عند هذا الايه عند هذا السبيرم. تنفجر وتعمل ايه؟ هتساعد السبيرم انه يتغلب على اول معوق. طب ما الحيوانات اللي باقيه موجوده على السيرفس بتاع الماتيور اوفم بتعمل ايه؟ قاعده ترقص حوالي، فعلا هي بتتراقص وبتحرك ديلها يمين وشمال كانها ترقص، لان هو باول انزيمه يخرجه الهيالورينيديز يبتدي يفكك الانتر سيلولار ادهيجنز بين خلايا الكورونا رادياتا، بين الجرانيولوزا سيلز، بين الجرانيولار سيلز بتاعه الكورونا رادياتا، يفككها وهي بتتراقص تضرب باهدبها بالفلاجيلا بالتيل بتاعها الخلايا المفككه وتبتدي تبعدها يمينا ويسارا حتى تذوب تماما كل خلايا الكورونا رادياتا. دابت بالشكل اللي احنا هنشوفه ده دلوقتي، دابت خلايا الكورونا رادياتا اهي، والسبيرم اصبح جاهز للخطوه الرابعه اللي هو خطوه الدخول. يبقى كل السبيرمز واقفين يرقصهم لكن واحد فقط هو العريس اللي هيدخل، اللي معاه وثيقه كتب الكتاب الاكروزوما المتفجر. الهيالورونيديز ساعدوا على التغلب على الكورونا رادياتا، اما التريبسين والاكروزين هيساعدوه على التغلب على الحاجز الثاني اللي كان اسمه الزونا بيلوسيدا. هيدخل السبيرم وبمنتهى الادب والاحترام يدخل بالهيد بتاعته فقط ويترك التيل خارجا بره، التيل بتاعه ما يدخلش. يدخل بالهيد حامل كل الصفات الوراثيه بتاعه الذكر، وسبحان الله وكأن ما يحدث في الحياة الصغيرة يشبه تماما ما يحدث في الحياة الكبيرة. يقف السبيرم أو الهيد أوف ذا سبيرم في أحد جوانب الفولي فورمد أوفم بعد ما دخل، طبعا الزونة باللوزة ده هتقفل وراه، العريس بعد ما يدخل على عروسته بيقفلوا عليهم باب واحد، يدخل الهيد ويتقفل الزونة باللوزة ده تاركا التيل وراه،
وبمنتهى الأدب يقف لفترة، هيقف لفترة مكونة من ميل برونيوكلياس، وهي بتكون في ميل برونيوكلياس، ويندمجوا مع بعض بعد فترة ويكونوا الزيجوت. بعد ما الفترة ديت بتمتد أواصر المودة اللي هي الميتوتيك سبندل اللي بيترتب عليها الكروماتيدز، وأخيرا ينتج الزيجوت. ده النورمال فيرتلايزيشن. حياة تشبه إلى حد كبير ما يحدث في الحياة الإنسانية الكبرى. اتكون الزيجوت وحصل نتائج للفيرتلايزيشن، ده الشيء الطبيعي اللي بيحصل وبنشوفه كل يوم آلاف وآلاف من المرات. إذا جينا هنا نشوف، أدي الميل برونيوكلياس بعد الدخول، هي كانت الهيد اللي فيها 23 كروموزوم، ودي الفيميل برونيوكلياس، يقعدهم لفترة بعيد عن بعض كأن في نوع من الحياء، إلى أن تمتد الميتوتيك سبندل ويندمجهم الاتنين مع بعض. وأحب أذكر إن الزونة باللوسيدا هتفضل موجودة لفترة طويلة معاهم تحمي هذه الأسرة المتكونة حديثا، وهنا هيتكون الزيجوت. طيب، هناك نوع آخر من الفيرتلايزيشن. في النوع الأولاني هنا احنا شفنا السبيرم اللي هو الممثل للميل إليمنت، الهيد اوف ذا سبيرم ممثلة للهيد إليمنت للميل إليمنت، اتجمعت مع النيوكليوس اوف ذا سكندري اووسايت ممثلة للفيميل إليمنت، وكونوا كائن مشترك اسمه الزيجوت يجمع صفات اتنين مع بعض. الا ان هناك نوع اخر من الفيرتلايزيشن اسمه كلونينج او الاستنساخ. الاستنساخ دي عملية صناعية للتكاثر، بيتم فيها الآتي. بدل فكر العلماء او فكر الجهلاء ان بدل ما تتكون خلية مجمعة نص ذكري ونص انثوي، قالوا عايزين نستنسخ خلية كاملة، خلية كاملة فيها كل الصفات الإنسانية لشخص ما، بيسموها السوماتيك سيل. دي موجودة في أي خلية، في خلية الجلد، في خلية العظم، في خلية الدم، أي خلية في جسمنا، كل صفاتنا الإنسانية مسجلة على نواتها في صورة الكروموزومات بتاعتها. إذن النواة هي السجل المكتوب فيه كل صفات الإنسان، فيجوا على ذكر ما ولو ناخد النواة بتاعته ديت وناخدها نزرعها وتحل محل الزيجوت. ازاي؟ ادي الأوفم اهي، الأوفم فيها نواة، فيها 23 كروموزوم. مفروض هنا تيجي ميل جميت، دي في ميل جميت، تيجي ميل جميت فيها 23 كروموزوم، يعني نقسم دي 2 وتتحد مع ده في النورمال فيرتلايزيشن، وتتحد مع النواة بتاعت الأنثى. قالوا لا، احنا عاوزين نطرد النواة بتاعت الفولي فورمد أوفم ديت ويحل محل الزيجوت النواة بتاعت الدونر، بتاعت الشخص المطلوب استنساخ صفاته المسجلة على هذه النواة، فيتم إدخال نواة السوماتيك سيل اللي فيها 46 كروموزوم، ويتم طرد وليس إدماج. طرد مين؟ طرد نواة البويضة ويحل محلهم زيجوت. هذا الزيجوت هو عبارة عن نواة السوماتيك سيل بكل صفاتها الإنسانية، وبعد كده تتم عملية التكاثر، الكليفيج، عملية الانقسام بصورة عادية. خطورة هذا الوضع ايه؟ ان الجنين اللي ظهر في هذه المرحلة نتيجة هذه الحالة، هذا الجنين يحمل الصفات الإنسانية للخلية الأم
يعني يحمل عمرها ويحمل شكلها. يعني لو كان الخلية ديت تمثل شخص عمره 70 سنة، فهيبتدي الجنين الجديد وكأنه عمره 70 سنة. ده اللي حصل مع النعجة دولي. طبعا هي اتولدت ضعيفة وماتت سريعا، ولم يشاءوا انهم يكرروا التجربة من جديد. في هذا النوع من الفيرتلايزيشن اللي اسمه الاستنساخ، بيتم تكرار نسخة من شخص معين عن طريق ادخال النيوكلياس بتاعته وتحل محل الزيجوت. تبقى هي الزيجوت بهذا الشكل. الصفات الإنسانية مش هتتجدد، ده تبقى صفة واحدة مكررة، والأشخاص سيكررون وللقادرين فقط. طبعا كده ده معناه فناء البشرية. ده اسمه الكلونينج أو الاستنساخ. هناك نوع آخر من الفيرتلايزيشن اسمه انفيترو فيرتلايزيشن. الانفيترو فيرتلايزيشن أو التلقيح الصناعي، زي ما شفنا وحكينا عن التلقيح الطبيعي، إذا كان في معوق من التقاء السبيرم مع الأوفم، سواء كان المعوق ده في عند الطرف الذكري أو المعوق عند الطرف الأنثوي، معوق لأي أسباب علمية والأسباب كثيرة جدا، فيتم استخلاص البويضة والسبرم وتجميعهم بره الجسم ثم إعادة إدخالهم مرة تانية. وهذا العملية ما فيش فيها أي حرمانية، لأن نفس الشخص الذكر هو هيتبرع بالسبرم بتاعه وامام الاوفم، يعني ايه؟ يعني كانه تلقيح، بس ما هو بدل ما يكون داخل الجسم بيكون خارج الجسم ويتم اعاده الادخال من جديد. تعالوا نشوف كده. ده اليوترس ودي الفالوبيان تيوب. ده الكوربس، ده كان الاوفري وده الكوربس لويديم. سيتم تحفيز الأوفري ويتم تحويل البريمورديال فوليكل إلى جريفيان فوليكل التي ستهرب منها البويضة، هتخرج منها البويضة في عملية الأوفيوليشن الشهيرة، ويتم استخلاص البويضة من مكانها والاحتفاظ بها. البويضة في الحالة دي كانت فولي فورمد، هما بينتظروا الوقت اللي بيحصل فيه اوفيليشن وياخدوا الفولي فورمد اوفم. في نفس التوقيت هياخدوا السبيرم من الذكر ويحتفظوا بيه ويتم تجميعهم مع بعض، الفولي فورمد اوفم والكباسيتيتد سبيرم. طبعا زي ما احنا خدنا في الفيرتلايزيشن الطبيعي ان السبيرم ما يقدرش يعمل فيرتلايزيشن الا لما يحصل له يستحمى، فالحمام بتاعه اللي هو كان الفاجينال ديسشارج هو كان عمليه الكاباسيتيشن. يتم تجميعهم مع بعض في وعاء خاص. هذا الوعاء بيتجمع فيه اللي ماتيور سبرم مع الفولي فورمد اوف، وبطريقه ما يتم تقريبهم من بعض بحيث يوصلوا لمرحلة الفيرتلايزيشن في الأول، الميل والفيميل برونيوكلاس، قبل ما يجمعوا مع بعض ويعملوا زيجوت. وأول ما يوصلوا لهذه المرحلة، طبعا العوائق ديت بالتأكيد طبعا كان في هذه الحالة الاسبرم ما بيقدرش يعمل فيرتلايزيشن للأوفم عشان مشاكل، قد تكون المشاكل في الأكروزوم بتاعه، عنده الإنزيمات ضعيفة، فيتم إدخال الاسبرم الأوفن بطريقة صناعية، مثلا يعملوا إلكتريك إمبلس، نبضة كهربائية يدفعوا بها عشان يتغلب على هذه المعوقات، قد يكون ده أحد الأسباب. يتم دخول السبرم إلى الأوفن، السبرم بالهيد بتاعته هتدخل الأوفن، وقبل ما يتكون الزيجوت يتم نقله في الحال إلى الأمبيولا أو الإنفانديبلم أوف ذا بيتيوتري. يسموا عملية التلقيح اللي تمت بهذا الشكل يسموها جفت. ايه الجفت؟ معناها الجميد
انترا فالوبيان ترانسفير، يعني عملية نقل الجميت اللي اتجمعت مع بعض وعملت الفيميل والميلبرونيوكليوس، هتتجمع هذه الجميت وتتشال وتتحط بداخل الفالوبيان تيوب، فيرمزوا إليها جميت انترا فالوبيان ترانسفير او جفت. لان هناك في طريقة تانية للتلقيح، طبعا دي برضو ليها مشاكلها، فبحثوا على طريقة اخرى، جمعوا السبرم مع الفولي فورمد اوفا لحد ما تكون مين؟ لحد ما تكون الزيجوت. هيئوا الظروف لان الزيجوت يتكون. هنا كانش الزيجوت يتكون، كان الميل والفيميل برونيوكليوس او السبرماتوزون والاوفم قربوهم من بعض وشالوهم حطوهم فين؟ في المكان ده. طيب الزيجوت يتكون في الحاله دهيت، هيشيلوا الزيجوت ويودوه للمكان اللي هو يتكون فيه طب في الطبيعه، برضه فين؟ في اللاترال اند اوف ذا فالوبيان تيوب. هيسموا الطريقه دي ايه؟ بدل ما يسموها جفت هيسموها زفت، اللي هي زيجوت انترا فالوبيان ترانسفير. او في طريقه تانية، يفضلوا منتظرين شويه هيئوا الظروف لان الزيجوت يكبر ويتحول الى موريولا، وبعد كده يشيلوا الموريولا ويحطها في المكان الطبيعي بتاعها عند الميديال اند اوف ذا فالوبيان تيوب، او ينتظروا عليهم اكتر واكتر لحد ما الزونه باللوز ده تنفجر ويتحول الاستراكشر اللي بينمو ده الى بلاستوسيست، ويشيلوه علشان يتعلق في الابر بارت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا يوترس نير ذا فاندس اللي هو البلاستوسيست. يسموا التلات اشكال دي شكل الزيجوت او الموريولا او البلاستوسيست، بعد ما ينقلوهم هيسموهم زفت او زيجوت انترا فالوبيان ترانسفير. دي كانت الاشكال الثلاثه لمين؟ للزيجوت انترا فالوبيان ترانسفير، وده كان الشكل بتاع الجفت اللي هو الجميت انترا فالوبيان ترانسفير. انا كنت اشرت الى نقطه ونسيت اتكلم عليها في النورمال فيرتلايزيشن، اذا رجعت ورا شويه كده فعن نورمال فيرتلايزيشن عاوز اقول حاجه. بعد ما دخل الهيد اوف ذا سبيرم الى السكندري اوسايت، اول ما يدخل السبيرم هتخرج ريمنانت اوف سيل ديفيجن اسمها سكند بولر بودي. بخروج السكند بولر بودي بعد دخول الهيد اوف ذا سبيرم تصل الاوفم الى الفول ماتيوريتي. الان يقال على الاوفم فول ماتيور اوفم. هنشبهها بايه؟ هنشبهها بالبنت بعد الزواج. لما البنت الطبيعي بتتزوج بيكون جسمها كبير لكن عقلها مش ناضج، بعد الزواج وتشوف المسؤولية تبتدي عقلها يكبر وتبتدي تنضج فعلا. الفولي فورمد اوفم اللي هي البنت اللي جسمها كبير لكن عقلها صغير، بعد الزواج يبتدي عقلها يكبر بتحمل المسؤولية. هنا الاوفم بتاعتها اللي فضلنا بمحاضرات كتيرة تقول فولي فورمد اوفم فولي فورمد اوفم، الان اصبحت ماتيور اوفم بدخول الهيد اوف ذا سبيرم. اذا دخول الهيد اوف ذا سبيرم اعقابه خروج السكند بولر بودي، واصبحت الاوفم الان فول ماتيور، وهتبتدي الحياه الجديده بتكون الزيجوت، ونشوف بعد كده ايه اللي هيحصل.